السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله رح نعمل حلقة من حلقات الصابون. رح نعمل شكل صابون على شكل خاص للأطفال، ممكن نعمله بعدة ألوان، بالأزرق في هاي العلبة، في عنا بالأصفر في هذا الباكج. رح يلزمنا هذا القالب من السيليكون، رح تلزمنا صابونة الجريسالين. الصابونة ممكن نحصل عليها في متوفرة بالسوق عند العطارين، عند محلات كثيرة من خاصة بالصابون. رح نحتاج الغلايات أو أي شيء ستانلس ستيل، ما بصير نستخدم غير معدن الستانلس ستيل حتى ما يتفاعل في الصابون. رح نستخدم صبغات، في منها بودرة وفي منها سائلة، طبعا صبغات الأكل حتى ما يتحسس الجسم منها. رح نبلش بالصابون، نجيب الصابون بنقطعه لقطع صغيرة عشان يسيح معنا بسرعة. طبعا احنا بنسيح الصابون بالحمام المائي، ممنوع انه ينحط على النار مباشرة حتى ما يحترق. الصابون الجريسالين في مراحل كتيرة بنستخدمه علاجي، عشان هيك لازم نحافظ على المواد الطبيعية والخاصات المتوفرة فيه وما نتلفها بإننا نحطه على النار مباشرة. بحط الصابون المقطع على الحمام المائي، لبين ما يجهز الصابون رح أجهز الصبغة. بالنسبة للصبغة البودرة، طريقة تحضيرها باخذ شوي من الصبغة وباخذ شوي من المي، لانه ما بصير احط على الصابون كميه مي كثيره، واذا حطيت البودره على الصابون بتكتل وما بتتجانس. لازم اخليها زي النشا، احركها ادوبها بعدين احطها كميه قليله من المي، عشان ما بصير احط على الصابون كميات ماء. الصابونه لمنها بتسيح بتصير عندي سائله بالشكل هذا، هاي الكميه كافيه للون الاحمر. اللون الأحمر صار جاهز عندي، برجع شوي على النار. إذا حبيت أحط عطور، أي عطر ممكن أنا أستخدمه. هون اليوم استخدمنا عطر اللافندر، ريحته كتير حلوة. طبعا زيت العطر. هلأ بمسك الشكل اللي أنا بدي أصنعه. في شغلات بارزة عندي، العين بدي أعملها لون، اللسان رح أعمله لون، المنطقة هي كمان لون، يعني بدي أعرف كل إشي شو بدي أحط فيه. ببلش بالمناطق الصغيرة واللي بارزة أكتر. أحط القالب قدامي، بدي أعمل اللسان باللون الأحمر، بجيب بالمعلقة عشان ما يجي غير على المنطقة اللي أنا بدي إياها، وبحط اللون الأحمر. طبعا بدها شوية دقة في الشغل، نقطة نقطة حتى أغطي المساحة اللي أنا بدي إياها. هيك خلصت اللون الأحمر. هلأ رح أعمل اللون الأزرق، خلينا نعمل عيونه لون أزرق. فيني أعملها لون أخضر، رح نعمله أزرق. بلكن عملنا الطابع العام لون. هاي كمان صبغة، أنا حبيت أجيب نوعين من الصبغة عشان نتعرف على نوعين أنواع الصبغة كلها. الصبغات الأكل ممكن تشتريها من عند العطار أو من عند مكان ما بيصنعوا الحلويات والسوبر ماركت والأشياء هاي. بحط الصابونة اللي ساحت معي. إذا ملاحظين عم بعمل غلاية إني أسيح فيها الأساسي عشان يضل دائما عندي سائل، ما أستنى، وغلاية الثانية بشتغل عليها. هذا اللون الأزرق، بحط كمية بسيطة بسيطة جدا، يعني إذا احتجت لون بزيد، لكن إذا كترت لون صعب أعالج هاي المشكلة، لأني بدي أضل أزيد عليها الصابون. عشان هيك بحط اللون بنسب بسيطة جدا. ساحة الصابونة. هلأ بدي أعمل العين. طبعا نقطة صغيرة للعين. إذا صار معي أي خطأ أو إجا منطقة تانية بس ينشف بشيله قبل ما صب الإشي النهائي.
هذه مثلا نشفت هيها بتنشال. في عنا نوع تاني من الصابون غير صابون الجريسالين، الصابون الابيض ممكن يكون صابون ابيض لحاله، ممكن يكون صابون ابيض مع حليب وعسل اذا حبيت ان القطعة تكون علاجية اكثر للاطفال. بستخدم السبيرتو بس حتى اطير الفقاعات اللي بتصير على سطح الصابون، وما بيأثر وما بضر لانه طيار وراح يروح اول ما ينتشر في الهواء. بعد ما صبينا القالب كله وطيرنا الفقاعات الهواء بالسبيرتو، هيك بنحتاج لفترة للتبريد. إذا كنت مستعجلة فيني أحطه بالثلاجة خلال نص ساعة بحصل على القالب، وممكن كمان خلال ربع ساعة. وإذا كنت مش مستعجلة بخليه بدرجة حرارة الغرفة من ساعة لساعة ونص بيكون جاهز، والنتيجة رح تكون عندي بهذا الشكل. رح تطلع قطعة بهذا الشكل، ممكن أعملها بعدة ألوان، ممكن أعملها سادة. فيني أي قالب عندي من السيليكون في البيت أتحكم فيه وأعمل منه مناظر. طبعا هيك خلصت حلقتنا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا.